pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de l'organisation de la conférence Les grandes ambitions de la nouvelle vision de la région Casablanca Stade, focus sur la province de Stade. Je voudrais exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à notre honorable invité, Monsieur Abdellatif Mazouz, président du conseil de la région de Casablanca Stade. Merci d'avoir accepté et sacrifié de votre précieux temps pour être aujourd'hui au rendez-vous avec nous à l'université Hassan Ier de Stade. Alors, comme vous le savez, la région de Casablanca Stade participe par le 1/3 du PIB marocain avec 32,2% et elle est une pièce maîtresse dans l'économie du Maroc. Cette région représente 2,7% du territoire national et compte environ 6 862 000 habitants. اسمحوا لي بأن أتقدم بعبارات الشكر والتقدير للسيد رئيس الجهة السيد عبد اللطيف مأسوز لتلبيته دعوة جامعة الحسن الأول من أجل تنشيط محاضرة قيمة تحت عنوان آفاق وطموحات جهة الدار البيضاء سطات إقليم سطات نموذجا. نشكركم السيد رئيس الجهة مسبقا بالنظر لظرفيتي ووجاهتي وأهمية هذا الموضوع بالنسبة لجميع المهتمين بشأن هذه الجهة التي تعتبر حسب جميع المقاييس قاطرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للمغرب بأكمله. لا بد أن نعيد التذكير بمساركم للحافل كأستاذ باحث وكوزير سابق للتجارة الخارجية وكوزير مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج. ولا ننسى أيضا اهتماماتكم القيمة في رابطة الأساتذة الجامعيين الاستقلاليين. أود السيد المحترم رئيس جهة الدار البيضاء سطات أن أبلغكم مدى التقدير الذي تحظون به لدى كافة مكونات جامعة الحسن الأول من أساتذة وإداريين وطلب. وأود كذلك أن أعبر لكم عن مدى سعادة كل هذه المكونات لكون الشخص الذي يشرف على تدبير شؤون الجهة هو أستاذ باحث قدير وطني غيور يتفهم إلى أبعد مدى الاهتمامات وتحديات الجامعة المغربية كقاطرة أساسية للتنمية. أن نتواجد بينكم اليوم في حضارة جامعة الحسن الأول لتعتبر يعني من يعني أغنى الجامعات بإنتاجاتها لأهمية بإنتاجاتها في ميدان التقطير تقطير المقاولات تقطير الإدارة جامعة يعني اليوم فوجئت بالعديد من الأشياء داخل هذه الجامعة حيث كان لي شرف زيارة هذه الجامعة ربما في سنة 2009 ولا 2008 ما بقيتش عاقل 2007 الأمور تغيرت وتغيرت ولله الحمد يعني بشيء بكيفية جد إيجابية وما رأيته اليوم من خلال الزيارة القبلية التي قمت بها في أحضان يعني ولايات الجامعة وخاصة داخل يعني مركز الابتكار حقيقة كنت نقول لكم بركة صافي داكشي اللي شفت بركة معنا ما نقولوش انتهى الكلام فهنيئا لكم بعملكم وهنيئا لكم بتنظيمكم وهنيئا لكم بما تقومون به. J'ai vu quelque chose qui se concrétise à laquelle on a pensé.